النقطة الثانية من الأسرار التي يجب إخفاؤها الوضع المادي للزوجين. حقيقة أنتم تلاحظوا في الأزمة الأخيرة اللي استوت في الجائحة، أعرف بعض الزوجات طلبا الطلاق، بعض الزوجات طلبا الطلاق بسبب التدهور الوضع المادي للزوج. يعني إيش بيدين الزوج الحين؟ سرح من العمل، وأنتم تشوفوا الأوضاع الآن، طلبت الطلاق مباشرة، وخلاص نحن ما بنعيش، ونحن خلاص، وانت ما عندك امكانيه، والزوج يحاول بقدر الامكان انه يلملم ويجمع ويوثق العلاقه مع زوجته، لكن ابت الا وتطلب الانفصال. انا اقول شيء ايها الاخوه والاخوات المتابعين والمتابعات، اقول شيء اللي اقول يا اخي، كنتم في السراء معا، فلماذا لا تكونوا في الضراء معا؟ يعني أكلتم العيش والملح، وأكلتم في يعني بينكم عيش وملح، وأكلتم في صحن واحد، وتجاوزتم حقيقة الكثير من الخلافات التي حصلت، فأنتم الآن ما قادرين. يا أخي، يغير الله من حال إلى ماذا؟ يغير الله من حال إلى حال. فبالتالي أنا أقول الوضع المادي، المسائل المالية، عسى إن شاء الله نخصص لها حلقة، حقيقة معقدة جدا جدا، لا ينبغي هذا السر أن يفشى. ليش؟ لأن هذا السر إذا أفشيناه يؤدي إلى حدوث مقارنات. أنت ما يعني لو جينا خبرنا فلان أن عندنا الوضع المادي، بتقول لك لا، نحن زوجنا مشينا ويطلعنا ويشترينا. لا تتحدثي أبدا عن ظروف المادية لزوجك، وكذلك أنت أيها الزوج لا تتحدث عن ظروفك المادية لأسرتك. خليكم سبحان الله، خليكم على وضعكم، خليكم على الرتم اللي أنتم عايشين فيه، خليكم على نفس النظام. هذه حياة، اليوم كذا وبكرة كذا. وأنا أعرف كثير كانوا عندهم أموال ضخمة، بالتالي بسبب التبذير والمقارنات والإنفاق بغير وجه حق، الله سبحانه وتعالى يعني جعلهم في أسفل سافلين. وكذلك أعرف ناس كانوا ما شاء الله عليهم، عندهم يعني ما عندهم حتى يعني بالأكل، يعني وضعهم المادي جدا جدا بسيط، لكن الله سبحانه وتعالى ماذا رفعهم إلى ماذا؟ إلى درجات عالية من الخير. فبالتالي الوضع المادي حقيقة يعني أرجو أن يكون هناك تحفظ حقيقة. ليش؟ لأن هذه أشياء خاصة، هذه أشياء خاصة. وبعدين أجيب لكم معلومة، الزوج بطبيعته سبحان الله، بطبيعة الزوج إنه ما يحب التصريح بالوضع المادي لزوجته. ما تيجي تقولوا لي لا وانت تجامل وانت مثالي. طبيعة الأزواج يميلون إلى الاعتدال، وطبيعة النساء تميل إلى ماذا؟ إلى حب يعني الأشر يعني شغف، ما أقول التبذير والإسراف، ولو أن ذكرنا في تغريدة وكانت ردة فعل قاسية، يعني الرجل يميل إلى الاعتدال، والمرأة تميل إلى نوع من ماذا؟ من السرف، يعني عاطفتها تغلبها أن تشتري وهذا. فبالتالي تحفظ بعض الأزواج في الجوانب المادية خوفا حقيقة من أن يظهر الصورة الحقيقية لأمواله، خوفا من أن زوجته سبحان الله يعني تقول أعطيني وأنت عندك وكذا. فتجد هناك نوعا ما تحفظ من قبل الأزواج، وحقيقة يعني أحيانا يفكر الزوج بأشياء لا تفكر فيها المرأة. مثلا يجمع لك مبلغ شهري، فتجيك الزوجة تقول لك كيف وليش نحن محتاجين. لا، هو يفكر بأشياء أنت ما تفكري فيها، ويفكر في المستقبل، يفكر يستو مرض، يفكر يستو عضل، يفكر تستو مشكلة في البيت تستدعي تدخل ماذا؟ تدخل المادي.